خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا في هذه الحلقة من حلقات مشاهد لقاء جميل وماتع مع أخ فاضل وداعية إلى الله عز وجل، مر بمرحلتين مهمتين في حياته قبل إسلامه ثم بعد إسلامه. هناك أشياء كثيرة سنطلع عليها في هذه الحلقة، بالنسبة لنا ربما تكون لأول مرة نسمع بها. سوف نتعلم شيء كثير عن اليهود ونفسية اليهود وحياة اليهود وعقيدة اليهود نفسهم حتى نعرف كيف نخاطبهم وكيف نتعامل معهم. سوف نعرف الإنسان الذي يختار الحق كيف يصل إليه وكيف يجاهد حتى يحصل على ما يريد. سوف نسمع قصص وأخبار مفيدة إن شاء الله، ما أقول فقط مثيرة لكنها أيضا مفيدة في نفس الوقت، مع أخ فاضل، أخ عزيز، أخ آصف أبو يونس. حياك الله معنا في هذه الحلقة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا سعيد جدا التقيت بكم أول مرة في لندن في المؤتمر الذي عقد، كنا نتشارك في مؤتمر في معهد الطيبون، ولعل هذه المرة الثانية التي ألتقي بها فيكم أخ العزيز. أخ آصف، قبل ما نبدأ، اسمك آصف؟ آصف. سبب لك مشكلة هذه مع العرب ولا؟ كثيرا. فأول ما بدأت أتعلم اللغة العربية درست أنا لفظ أنا، فسألني أحد الإخوة ما اسمك، فقلت أنا آسف، فقال لما؟ يعني ما استطعت أن أنطق بالصاد، فقلت آسف. ثم لما ذهبت إلى سوريا ثم إلى مصر كان الاسم آصف غير معروف عندهم، فقيل لي عاصم، عاصف، عاطف، فخلت نرتاح إن شاء الله تعالى من هذه المشاكل وأبقى على الكنية. على الكنية أبو يونس. أبو يونس. أبو يونس. الله يحفظ لك يونس. أخ العزيز، أنا ودي بهذه الحلقة نتكلم يعني براحة بإنسيابية، نتحدث عن حياتكم ما قبل الإسلام ثم ما بعد الإسلام، الفترة التي مررت بها، حتى نوصل رسالة للمشاهد. قبل ما تكون مسلما أخ آصف، طبعا لازم يعرف المشاهد أن الآن الأخ آصف هو مدرس للغة العربية والدراسات الشرعية، وصار فترة إماما في أحد مساجد بريطانيا، وهو بريطاني يعيش في لندن. هذه الحياة كلها نريد أن نعرف ما قبلها، متى بدأت مرحلة التغيير أو ماذا كنت؟ يكون تقريبا إن شاء الله تعالى وأنا وصلت إلى سن 12 من عمري. فوالدي من أصول باكستان، إلا أنه في ذلك الوقت لم يكن ملتزما في أي دين، وكان له شغل في فلسطين، فأخذني مع بقية الأسرة. عفوا، أي دين كنت أول شيء أنت من صغرك؟ يهوديا. وأمك؟ كانت يهودية. يهودية. فربطتني على ديانة اليهودية، كانت تقص علي قصص قبل المنام وتقرأ علي قصص الأنبياء من التوراة. أمك متدينة إذن؟ لم يكن تدينها يعني كبيرا، حيث أننا كنا نسكن بعيدا عن المعبد عن الكنيس، ولكن يهودية كانت في أرقها ودمها وفي يعني في شخصيتها. كانت تقص عليك قصص قبل النوم؟ أي نعم، قصص التوراة والأنبياء وغيرها. نعم. طيب، هل كنت تشعر بشعور وأنت طفل صغير وأنت صبي؟ طبعا، يعني كان نوحا عليه السلام فكأنه جدي، يعني علمته من صغري، وإبراهيم عليه السلام وإسحاق والأنبياء ويوسف، يعني كانوا أسماء متناولة في بيتنا، وكنت أحبهم وأعرفهم وأحاول أن أقتدي بهم. تعتبرها الأنبياء لكم أنتم؟ نعم. كيف كنت تنظر أو تنظرون للشعوب الأخرى؟ يعني في ذلك الوقت في صغري ما كان لي نظرة معينة، حيث أني كنت صغيرا،
وقبل ذلك لما وصلت الرابع عشر من عمري بدأ أن يعني بدأت أن أفهم ما كانت أمي تقول لي سابقا قبل الخروج من البيت. مثلا كانت تقول لي أنشدك أنك لست مثل هؤلاء. لست مثل هؤلاء الذين في الخارج. أنت الآن كل من سوى اليهود. يعني نعم. فلما كنت أخرج من البيت تقول لي أنت لست مثلهم. أنت لست على ما هم عليه. حيث أنهم كانوا يشربون الخمر ويفعلون ما يفعلون. يعني أقصد النصارى في بريطانيا وغيره. وأنتم تحرمون على أنفسكم هذا. يعني مناولة الخمر كان أمر بسيط يعني أثناء الطعام وفي مناسبات. لم يكن يعني الذهاب إلى بيت الخمور. نعم. كان ممتنعا عند اليهود. طيب سنرجع بعدين إلى يعني تفكير اليهود ونظرتهم للشعوب الأخرى. خلنا نرجع لقصتكم إن شاء الله. من سن 12 شو اللي حصل؟ فوالدي أخذني مع بقية الأسرة إلى فلسطين. ومن حيث أني أبيض دخلت في يعني في المكان للنصارى. ومن حيث أني كنت يهوديا دخلت في معابد اليهود. معابد اليهود. ووالدي كان يعتقد في ذلك الوقت أنه مسلم. فذهبنا كذلك إلى القدس. فزدت الأماكن كلها بفضل الله. مررت إلى الديانات السماوية. أي نعم. نعم. على كلها. فتأثرت من ذلك كثيرا جدا دون أن أعرف في وقت ذاك. فلما رجعت إلى بريطانيا كان صورة البحر الميت ما زالت في ذهني. وأنا أمشي في الشوارع مع الأصدقاء وهم يتكلمون في أمور يعني بعيدة جدا عن الحقيقة. أن الله تعالى هو الأحد الصمد وأنه أرسل آيات في الدنيا. وهي ما زالت موجودة ظاهرة بين أظفرنا. فأراهم على غير ما يفيدهم. كم عمرك كان بهالفترة؟ في 12 من عمري والثالثة عشر من عمري. بس صعب الطفل بهالعمر يفكر هالتفكير هذا؟ قد يكون. فمن الله تعالى علي. وأيضا أسرتي يعني أسرة متثقفة. والدي يحمل الماجستير وجدي كان يحمل الماجستيرين اثنين. وأعمامي يحملون كذلك الماجستيرات وما إلى ذلك. فكان ترغيبه في البيت يعني في القراءة. أنا فهمت أنك بعمر 12 سنة رحت فلسطين مررت على الديانات الثلاث فأثر هذا في نفسك جدا. وشفت الآية اللي هي البحر الميت. نعم. فربطها بالقصص اللي أمك كانت تقولها لك. صحيح. فشعرت بشعور غريب. نعم. ورجعت إلى لندن. فرجعت إلى لندن وفي قلبي فراغ. يعني كنت أعيش كأني يعني أعيش مع الأنبياء. وأن كنت في فلسطين. فرجعت إلى بريطانيا وأنا الآن في قرية صغيرة جدا بها الغابات والبقر. فعيش يعني عيشا يختلف عن فلسطين تماما. فكنت أقارن يعني ماذا كنت أشعر هناك وأربط الشعور بالقصص الماضية وماذا كنت فيه الآن وماذا كان يفعل الناس. فكانوا يعني كنت أراهم في حيرة وكنت أراهم على غير الطريق السوي. فأثر في ذلك فبدأت أبحث يعني ما الذي فقدته، ما الذي ليس يعني ليس في قلبي، ما هو هذا الفراغ، ما كان لي المصطلحات والكلمات حتى أعبر عن الفراغ. العزيز أصف، أنت الآن رجعت عندك البيئة اللي كنت فيها في اللعب، كنت أظن رياضي. نعم. تحب الرياضة. نعم. فرجعت لأصحابك في اللعب وإلى البيت وإلى المدرسة وإلى المجتمع اللي أنت فيه. نعم. صارت في بينك وبينهم يعني بعض أي نعم. ففي نفس الوقت بدأ كثير جدا من أصدقائي ينتمون إلى فرقة مشركة، فكانوا يدعونني إلى الإشراك بالله تعالى. فقالوا أن لمطر رب وللأنهار رب ولزرع رب. بريطانيون يعني. فكنت أستغرب من كلامهم فأقول لهم انظروا الذي خلقني هو الذي خلق الكون أجمع والوقت كذلك مخلوق، فكلما يمر ثوانية فذاك هو الله تعالى يرزقني فما زلت تحت ملكه، ليس هناك سواه. عفوا هذا كنت لازلت يهوديا. ما زلت يهوديا. وكنت أناقشهم في التوحيد. كنت أناقشهم فيما كنت عليه من التوحيد يعني. نعم. نعم. مجملا. نعم. بالضبط. نعم. فكلما كنت أناقشهم كلما كنت أعود إلى بيت وأناقش نفسي بعد ذلك وأقول أني كذلك أخالف كلامي. شلون؟ لأني كنت أقول لهم أن الله ليس في حاجة
إلى رب، إلى أرباب يعني متفرقة، أو إلى مناصرين، أو إلى ظهير. فكنت أقول في نفس الوقت أن الله يتعب فيحتاج إلى أن يستريح. كنت تقول هذا الكلام؟ أي كنت أقول هذا الكلام. ولازال اليهود يؤمنون بهذا أن الله يتعب؟ نعم. أنه في حاجة، أنه في حاجة إلى من يعبده، لأنهم يقولون أن ألوهيته ليست مكتملة حتى يكون هناك من يعبده. دولة يعني بها ناس يعبدون، لا تكتمل ألوهيته إلا بخلق يعبدونه، بدولة ويظهرون يعني ألوهيته. طيب هذا الأمر كنت في تناقض، تدعو الناس لشيء وترجع إلى البيت فتجد نفسك في شيء ثاني. صحيح، هذا ما حدث. وأنت 12 سنة إلى في نعم. الفترة هذه يعني بدأت أحاور أصدقائي لمدة 3 سنين تقريبا، لـ3 سنين. وفي آخر المطاف علمت بالظهور أنهم على باطل وأني كنت كذلك على باطل. فلما بلغت 13 من عمري أتتني زملاتي في المدرسة، طبعا كنت في مدرسة يعني عادية، نعم، هناك الاختلاط. فزملات أهدهني كتاب للأرسطو، به كان يتحدث عن مبادئ أساسية فلسفة اليونان فلسفة اليونان صحيح. فخالفت المؤلف في نتائجه، ولكن طريقة البحث كانت التي أثرت فيه. أي طريقة كانت؟ كان أولا أطرح سؤالا، هل هناك خير؟ يعني شيء يسمى بخير، وإن كان موجودا هل يمكن للإنسان الحصول عليه؟ وإن كان يمكنه ذلك هل يجب عليه أن يتقدم له ويبحث عنه؟ وهل هذا الخير يعني يختلف من شخص إلى شخص، وأنه للناس كافة؟ فهذه الأسئلة يعني حركت ضميري، لأني كنت أجيب عن الأسئلة بالسهولة، نعم هناك خير وهو عبادة الله وحده والإيمان به. وهل هذا الخير يعني سهل الوصول إليه؟ قلت نعم من بخلال التوراة. وهل يمكن وهل يجب علينا أن نتبع هذا الخير ونحاول نتحصل عليه؟ قلت نعم طبعا، لابد أن نؤمن بالله ونتبع رسله ونؤمن بدينه. وهل يختلف الناس في هذا؟ بالنسبة للدين اليهودي نعم هناك اختلاف، لأن كيف؟ اليهود يقولون بأن الأوامر والنواهي تشريف لبني إسرائيل أنفسهم، وليس لغيرهم أن يدخلوا في دين اليهودي. يعني هذا شرف لنا، مو أي إنسان يدخل في اليهودية حتى يحصل على الشرف هذا. لا هذا من بني جلد إسرائيل، نحن أبناء الله وأحباؤه، ذاك هو شعب الله المختار، شعب الله المختار. ولكن من خلال التفكير و ما استطعت أن أقر بهذا يعني. فلما قلت نعم أن هناك رب، وربنا جميعا خلقني وخلق غير اليهود، ويرزقني ويرزق غير اليهود، والعدل يعني كيف يختلف ما هو عدل يعني بين اليهود وبين غيرهم. هذا كنت عمرك 13 سنة تقول هذا الكلام. 13 سنة إيه، تناقش نفسك من العدل أن الله يعامل خلقه سواء، يعامل خلقه سواء. نعم. فوجدت صعوبا في تقرير يعني في إقرار بهذا، ولكن كان في ضميري وتربيت عليه، ولكن كنت أناقشه في قرار نفسي. فبقيت هكذا أتناقش، وقرأت ذاك مرة أن اليهود إذا أكل من طبقه غير اليهود صار طعامه نجسا، لا يجوز له أن يتناوله بعد ذلك. كيف؟ سألت نفس السؤال. كيف يكون يعني كيف يصبح الطعام نجسا بمجرد يعني أن غير اليهودي يأكل منه؟ فاستغربت، لأن إطعام الطعام من الفضائل، من أمهات الفضائل. فكيف يكون أن شخص يأكل من صحني من طبقي يصير بذلك الطعام نجسا؟ هم يؤمنون بهذا؟ لا زالوا؟ ما زالوا، وهو في التلمود ليس في التوراة، لأن اليهود لهم كتب غير التوراة، ومع الأسف لو كانوا يؤمنون التوراة يعني كانوا أقرب منا. نعم. فهكذا حدث. وننبه أن التوراة هي الآن محرفة، طبعا التوراة الموجودة ليس التوراة التي نزلت على موسى. صحيح. بالتمام. نعم صحيح. فسبت على ذلك حتى وصلت إلى 15 من عمري. وكنت تفكر من 12 إلى 15 وأنت نعم تحاور نفسك. سكنت في قرية،
وكنت رياضي فكنت أحب أن أكون في الخارج. فكنت أجتمع مع أصدقائي وكنا نجلس على رأس تلة مثلا عند الغابة ننظر إلى السماء ونقول فيما بيننا من الذي خلق السماء وزينها بالنجوم ومن الذي يسير الكون. ومن حيث كنت أقرأ الفيزياء وأصدقائي كانوا كذلك على دراية والعقل كنا نتحدث من الذي وضع هذه القوانين من الذي فعل ذلك ومن قدرته يعني وما حكمته وكيف يكون علمه وكنا نتحدث في هذه الأمور. هل عمر وتسولفون بهالحديث هذه؟ نعم. طيب لأننا كنا يعني هذا في وقت لم يكن هناك شبكة دولية لم يكن هناك الجوال يعني الهاتف المحمول. نعم. فالشخص كان ينظر إلى ما في حوله و... طيب هل كانت يعني تفاعلهم ونقاشات أصحابك جدية ولا كانت؟ لا لا أبدا. أما أنت كنت ترى من ناحية جدية يعني من الموضوع؟ كنا نحب بعضنا بعضا. فهم كانوا ينصحونني حسب ما يعتقدون وأنا أنصحهم حسب اعتقادي. وكنا أصدقاء يعني لم يكن هناك تفرق بيننا. فهكذا بقينا. طيب خبرتني عن حادثة السجادة في بيت اي نعم. لما كنت في السن التاسع من عمري أخذني والدي إلى مسجد أعرف الآن أنه كان مسجدا أخذني إليه وكان يريد يعني قص لي بعد ذلك أنه كان يريد أن يتحصل على مدرس اللغة الأردية يدرسني إياها فأخذني إلى المسجد وأجلسني على الأرض فتحيرت بعض الشيء لأنني رأيت أن السجادة لم تكن يعني توافق البناء كانت اليمين عشان القبلة أي طبعا إلى القبلة ووالدي لم يقل لي شيئا إنما أخذني وأجلسني وبدأ يتكلم بلغته مع أراه الآن كان هو الإمام المسجد فبدأ يتكلم معه في لغتي وأنا في حيرة أنظر إلى السجادة وما بها أولى ما استطاع أن يدعوها صحيحا ورأيت الطلبة يعني في نفس السن وهم يتحركون فأعلم أنهم كانوا يحفظون القرآن المرحلة أحسس ندخل في الإسلام مباشرة المرحلة اللي دخلت فيها في الإسلام أو فكرت فيها بالإسلام أولا كنت أبعد دراسة الإسلام تاما لأن والدي كان يقول بأنه مسلم وما كان بمسلم فما كان يؤمن بالبحث ولا بالجزاء ولا بالقضاء أبدا أبدا يعني صار بلا دين يعني كان بلا دين كان مسلم بالإسم وأقاربه في لندن كنا نزورهم كثيرا يعني مرتين في شهر أو ثلاث مرات كانوا أصلا من باكستان فكانوا مسلمين ولكن يعني رأيتهم على غير فطرة فلما يعني علمت أني كنت على خطأ وكنت على باطل قلت في نفس الوقت ولكني لن أقرأ عن الإسلام شيئا لأن هذا دين يعني غريب يعني ليس فيه فكرت بأي شيء إلا الإسلام إلا الإسلام وهذا يعني كان مقصودا قلت في نفسي لن أقرأ عن الإسلام شيئا فأبعدت القراءة عن الإسلام فقرأت في قصص اليونان وقصص الدنمارك فايكينجز وقصص مختلفة يعني متنوعة. إذا شو اللي خلاك تصير مسلم؟ عفوا؟ ما الذي دعاك أن تصير مسلما؟ كانت لي أسئلة علمت أني سوف أبعث وأن الله تعالى سوف يسألني ماذا فعلت في حياتي وما وجدت في التوراة ما يعينني على الإجابة يعني ماذا أقول علمت السؤال ما كان لي الإجابة فكنت أبحث في الكتب يعني ماذا يريد الله تعالى مني وكيف أسلك بحث في النصرانية ذهبت إلى مدرسة النصرانية كنت أدرس بها علمت أن دين النصراني كان دينا منحرفا ما كان على الصواب ما كان بصواب علمت أن عيسى نبيا من أنبياء الله رسولا من علمت ذلك وأمنت به ولكن أما اتباع دينه ما وجدت بغيتك لا, لا لا علمت أن عيسى رسولا من عند الله ولكن الذي يتدين به النصراني ليس يعني ليس موافقا لما هو حق في التوراة كنت أعلم عن الأنبياء وأن الله تعالى لا يعامل الناس إلا بقدر ما يفعلون
ثم أجد أن النصارى يقولون بالإثم الأصلي أن آدم عصى ربه، فإذا كل مولود على إثم ومعصية. استغربت من هذا، قلت هذا لا يقع. يعني لو أنت جنيت قتلت نفسا فأخذت بأخيك فقد قتلت، هل هناك قانون في الأرض يقول يحمل الوزر هذا؟ نعم لا أبدا. فقلت كيف بالرب جل وعلا؟ نعم سبحانه. إذا كنت بهذا العمر عمرك 14-15 سنة وأنت تفكر في الأديان هذه، نعم، تنظر في، طيب المرحلة اللي بعدها اللي انتقلت فيها للتفكير في الإسلام؟ لما قرأت كل تلك الكتب وجدت نفسي يعني ما تخربت إلى جواب، فقلت إذا ليس هناك جواب. فكان لي أصدقاء يسمعون لنوع موسيقى يسمى بداث ماتو، يعني عبارة عن تحدث عن الموت والدم وعبادة الشيطان جوثيك، يعني جوثيك. نعم تحدثت في هذا السابق، نعم، في حلقة. فكنت أسمع لذاك النوع الموسيقى وأقول خلاص، يعني ليس هناك من يعينني على الإجابة فأنا متروك، لعل الشيطان يعينني وأنا ويمد حياتي مدا وهكذا. فبقيت على ذاك مدة بسيطة بفضل الله تعالى، يعني ما تركني جل وعلا. فذاك مرة كنت أجلس في بيت صديق لي ونسمع لهذا الموسيقى وكان المنشد يتكلم عن الموت وما بعد الموت، فذكرني أني سوف أموت ومهما بقيت في الدنيا سوف أموت، فألتقي بالرب جل وعلا فيسألني. فيعني حصل لي ما لم يحصل لي بعد ذلك قط. كنت متكئا في كرسي مثل هذا، فإذا بالآن بعيد عن البيت 5 دقائق بالمشي في المكان دكاكين كنا نجتمع فيه نحن كأصدقاء، ولا أدري كيف خرجت من بيته ووصلت إلى هناك لأجل الخوف. يعني المنشد خوفني والأذكار خوفتني إلى ذاك الحد، يعني خرجت من ضميري ما كنت أعرف. يعني فجلست هناك في مكان الدكاكين، يعني وعيت أنت بعيد عن المكان. نعم يعني أيقظت، يعني هكذا استيقظت، يعني رجعت إلى شعوري وكنت على خوف عميق. يعني ماذا سأقول الذي خلقني؟ وأنظر إلى بدني وأنا رياضي، كنت أمارس الحمد لله الأثقال، كنت قويا. فمن الذي يعني مدني بكل هذه النعم؟ كيف يعني كيف أعود إليه وأنا لا أحاول أن أرضيه؟ ففي ذلك الوقت رجعت إلى بيتي، ووالدي كان يعني من أصول مسلمة، فوقع أن الناس في الحي زاروه كثيرا وأعطوه كتبا عن الإسلام، فبقت في مكتبته دون أي مسها، دون أي المسها. فأنت استغلت الفرصة. استغلت الفرصة فرأيت الكتب عن الإسلام، فقلت لا يبقى سوى لعلي أقرأ. إذا جربت كل الطرق. نعم. حتى الشياطين. الله المستعان. يعني بس ما طولت فيها الحمد لله، ففكرت في الفلاسفة في النصارى، في آخر شيء رجعت لكتب الإسلام. أي نعم، فوجدتها في مكتبة والدي، فقلت لعلي أقرأ، لن تضرني، يعني قراءة في هذه الكتب لن تضرني. نعم. فأول ما قرأت كتابا عن عقيدة المسلمين بنظرة أهل السنة والجماعة لأحد المشايخ في بريطانيا، متخرج من جامعة الإسلامية في المدينة ما شاء الله، وهذا قبل 18 سنة، لم يكن هناك إنترنت وهذه الوسائل. فقرأت في كتاب، وكان الكتاب عبارة عن نقط، أن المسلم يؤمن بأن الله واحد، قلت أنا مقر، وأن الله لا أب له ولا أم، أنا مقر، وهذا نقطة بعض نقطة. فوجدت أن النقط كانت تعبر عما كان يدير في ضميري، لأن ما كان للمصطلحات حتى أعبر يعني بنفسي وأفصح عنها، كأنها تسأل في داخلك وتجيب عما في داخلك. نعم، فكنت أجد نفسي موافقة مباشرة عن سبحان كل نقطة. نعم، هذا الذي كنت أؤمن به، هذا الذي كنت أريد أقوله، هذا الذي كنت أفكر فيه. فكنت متمتعا جدا بالقراءة، وفي آخر الكتاب قرأته كاملا في جلسة واحدة. في آخر الكتاب من كان يعني مقرا بهذه الأمور فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخل في الإسلام. فقرأت مباشرة، قلتها مباشرة. الله أكبر. فقرأت الكتاب الثاني، وكتاب عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
فوجدت أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني على أثر الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام, يعني من حلمه وفضله وإنفاقه وبذله وجهده وتعامله مع الناس. ويعني قلت هذا لا شك أنه من أثر الرسل, هذا لا شك فيه, هو المنتظر. فيعني زدت إيمانا على إيمان بهذه اللحظة. أظن وقر الإيمان في قلبك إن شاء الله. أظن يعني هذه اللحظة الحاسمة أو المفصل في حياتك, أظن نعم. نقطة الفارقة. طبعا أخ آصف, شيخ آصف جزاك الله خير, راح نسترسل معك في الحديث لكن لأن وقت البرنامج قد انتهى, فأنا أستأذنكم ننتهي من هذه الحلقة غدا بإذن الله عز وجل. عندنا أيضا قصة دخول والدة آصف في الإسلام, وعندنا أيضا بعض العقائد المثيرة حقيقة عند اليهود التي لابد حنا كمسلمين نعرفها. وهل اليهود اليوم صنف واحد أو أصناف مختلفة حتى نعرف كيف نتعامل معهم؟ أيضا في بعض الأشياء اللي بين اليهود وبين النصارى, موافقات المسلمين, هل تتوقعون, هل تصدقون أن موافقات المسلمين مع النصارى أكثر مما بين اليهود والنصارى؟ طيب ليش التقارب بينهم, يوالون بعضهم على المسلمين؟ هذا كلها وغيرها من الأسئلة, وما قصة المسيح المنتظر في آخر الزمان عند اليهود, كلها بإذن الله عز وجل نتناولها مع الشيخ آصف أبو يونس غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة, واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة, لو سقاك الوقت مرة. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة, والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة, والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة, كيف ينسى الطين قدرة.